في الإطلاق. أعطي مثال سمعت في إحدى المداخلات أحد الأساتذة الأجلاء، ماشي مداخلة اليوم، يقول بأن أقصر طريق للإصلاح هو الطريق القانونية، يعني إصلاح القوانين. أقول بأن واقع الحال في المملكة المغربية يكذب ذلك. لماذا؟ لأنه لدينا تفسير قانونية بينفصلي، لا يمكن التشكيك في مثلا الدستور. الدستور تم مشروع مجموعة من مشاريع قوانين، مجموعة من التنظيمات على صعيد الصياغة القانونية فهي متكاملة لا ينقص شيء، إلا أنها للأسف الشديد جوبئت في التنزيل على الواقع بالمورود الثقافي الثقيل. للأسف الشديد أقول بأنه ليس هناك مجال لنجاح نموذج تنموي جديد ما لم يتم تدارك الخليج، هو أساسا لا يمكن قيام أي مشروع تنموي جديد بدون القيام بالدراسات الميدانية، وهنا يأتي دور أساتذة علماء الاجتماع، أشار إليها الدكتور الأستاذ ملفاس قبل قليل وأنا أؤكد عليها. لا يمكن بناء أي مشروع تنموي جديد دون القيام بدراسات مستفيدة للمجتمع المغربي والاختلافات الموجودة في المجتمع المغربي. قبل قليل أشار أخي مصطفى الجياف لمسألة مسألة لمستنا جميعا كمغاربة وأثرت فينا أيما تأثير، وهي أنت عندك مشكل مع أشخاص أو عندك مشكل مع حكومة أو عندك مشكل مع أي كان أو مع السير أو مع السياسة الحكومية، ذلك بعيد كل البعد عن مقدسات الوطن. إذا هنا نقول بأن هنا يأتي ضوء الثقافة، يجب محاولة تغيير العقليات، محاولة التأثير على الفكر السائد المتحجر إلى حد الآن الذي لم تستطع القوانين اختراقه. أيضا على صعيد القوانين المتعلقة بالمرأة، عندنا مدونة الأسرة، لكن للأسف الشديد في التطبيق قبل شهور أو ربما هي شهرين كانت هناك دراسات تقييمية ماذا بعد 15 سنة من المدونة، ما بعد 15 سنة المدونة أنه ربما في مناطق معينة في المدن هناك ربما تطبيق البعض للمقتضيات المدونة، لكن في مناطق عديدة التي ما زالت تحكم الأعراف ليس هناك أي شيء يدعى مدونة أسرة، حتى القضاة سمحهم الله يتحايلون على القوانين للحفاظ على ما هو موجود، لأن لا أنا أعذرهم على أي حال، القاضي ليس لديه الآليات لمجابهة ومواجهة المجتمعات بكل حمولتها الثقافية. لذلك فالحديث عن الثقافة كما قال للإصلاح هو حديث مهم، وأتمنى أن يأخذ ما يستحقه من أهمية، لأنه غير ذلك فنحن نضيع الكثير من الجهد والوقت والطاقات المغربية والكفاءات في البحث عن حلول قد لا نصل إليها ولا بعد 20 أو 40 سنة. لذلك أظن أنه فعلا القوانين هي أقرب طريقة للوصول إلى تحقيق الإصلاح والتغيير، لكن لا يمكن أن يقوم ذلك بدون الثقافة. وهنا أشير إلى أن التغيير الثقافي لديه روافد، يعني لكي نغير ثقافيا يجب ليس فقط الحديث عن الأدب والإنتاجات الأدبية والمؤلفات والكتب، يجب أيضا الحديث عن المقررات المدرسية. المقررات المدرسية لها أهمية جد 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 كبيرة، وللأسف بالطلاع البسيط على المقررات المدرسية ليس هناك أي أثر أو أي رغبة لبث التغيير أو روح التغيير أو للإصلاح في المغرب، لا على الصعيد الحقوقي ولا القانوني ولا الاجتماعي ولا، فهي تكرس نفس الصور النمطية، نفس الأدوار لجميع الفاعلين داخل المجتمع، سواء لا تحدثنا فقط عن الأدوار بين الذكر وأنثى، ولكن الأدوار أيضا بين الفاعلين، بين القيادة والقواعد. لا زال المواطن يعتبر نفسه خارج لعبة الإصلاح، لا زال المواطن المغربي كشخص كفرد يعتبر نفسه منفصلا عن الإصلاح، يتحدث عن هما ما داروش هما فشلوا، دائما يتحدث المواطن المغربي بصيغة الآخر ويستدعي نفسه. والمشكلة والطامة الكبرى أن حتى المغربي المواطن الموجود في مواقع صنع القرار يتحدث بنفس الخطاب. فهنا المشكلة أن المغاربة معاني من الشيزوفرينيا، إذا كان الشخص المعني بالتغيير والشخص المعني واللي هو في موقع القرار أيضا يتحدث بمنطق المظلومية أنه هو مظلوم كفرد وأنه فهنا خلل. لذلك أنا أدعوكم إلى التفكير الجماعي واستغل فرصة وجود أشخاص أكاديميين وأساتذة، وهنا أيضا أؤكد على دور الأساتذة الباحثين وعلى دور الجامعة. حين أنا في الحقيقة دائما أقول بأنني ضد فكرة المراير التي تصرف من القطاعات الوزارية على الدراسات، أقول بأن الدراسات يجب أن يكون مجالها ومكانها هو الجامعة،
يجب تشجيع البحث العلمي، تشجيع ودعم الجامعات لتوفير فضاءات لقيام الدراسات، كل الدراسات الخاصة بالمجتمع، لأن الجامعة هي فضاء لكل التخصصات التقنية والعلمية والأدبية إلى آخره. فلماذا يتم إسناد المسائل إلى غير أهلها؟ القطعة الوزارية هي قطعة في النهاية للحكمة ولتسير وليست للقيام بالدراسات، لذلك يجب تسليم الأمور إلى الجامعة لكي تقوم بالدراسات. سأحاول في دماغي كنحاول أنني نركز أفكار بأنني مضغوطة بالوقت، رغم أن هذا الموضوع موضوع يجب أن يعني تخصص له ندوة خاصة. أستاذ حركات أشار لمسألة أنه النموذج التنموي أن سجلتها، للأسف دائما نقوم بدون خلفية، بدون خلفية. وهنا بغيت نتكلم عن النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية. مشكلتنا أنه حين نتحدث عن النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية المفروض أنه يقوم على يعني على الأرضية تكون هي الأقاليم الجنوبية بكل موروثها الثقافي والحضاري وإلى آخره. لا يمكن تخيل نموذج تنموي منزل أنه سينجح، وهناك ارتكب نفس الأخطاء التي ارتكبناها في التعليم، الديبليكاتا ديال المشاريع ديال دول معينة. الحديث عن النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية يجب أن ينبثق عن دراسات وعن أفكار وعن مبادرات أبناء الأقاليم الجنوبية، لأن صاحب الجلالة أكد في خطابه سنة 2014 على ضرورة الثقافة أولاً، ثم في خطاب الذكر 42 للمسيرة من العيون أكد على مسألة أنه سيتم إعطاء الثقافة الحسانية ما تستحقه من الاهتمام كرافعة للتنمية، ليس فقط في الأقاليم الجنوبية ولكن أيضاً في المملكة، لأن ما يمكنش نتجاهل بأن الأقاليم الجنوبية بجهاته الثلاث يشكل 52% من مساحة المملكة المغربية، ويشكل القنطرة الوصل المملكة المغربية مع باقي دول إفريقيا، خصوصا مع التوجه نحو إفريقيا، يشكل البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية نحو أوروبا. لذلك لا يحز في النفس أن هذه الأمور كلها يتم تجاهلها ونستمر في يعني في كل مرة في المجيء بنماذج تنموية، النموذج التنموي الأول والجديد والنموذج التنموي الأقاليم الجنوبية، لكنها للأسف بعد حين بدون تقييم نمر إلى النموذج الثاني. مشكلتنا أين هو التقييم من سياساتنا؟ كنت في نبوك مراوش الأسبوع الفايت نتحدث عن السياسات العمومية، لكن الأجمع الجميع أنه لا يمكن الحديث في المملكة المغربية عن السياسات العمومية، ليس هناك سياسات عمومية، هناك سياسات قطاعية، كل قطاع حكومي، كل وزارة على حدة عندها واحد برنامج تنزيل، واحد خطة عمل. أنا كنت تكلمت على الشق المتعلق بالمرأة، إحنا تكلمنا على الاستراتيجية الوطنية للإنصاف، ثم الاستراتيجية الوطنية للمساواة اللي هي إكرام واحدة إكرام جوج، هذه ما كاينش تقاطعات، سياسة حكومية قطاعية، كل قطاع يشتغل لوحده. لذلك من العبث القول أن هناك سياسة عمومية، ما عندناش سياسة عمومية وهذا خلل آخر، عندنا سياسة قطاعية، وهذا طبعاً كيأخر واحد السنوات كثيرة المشروع التنموي. هذه المسألة بغيت نعطيكم لمحة على دابا حنا حاولت أنني نختصر علاقة الثقافة بالإصلاح. غادي نشوف مسألة أنه مدخل للتنمية، وغادي نشوف حنا ملي كنتكلم على الثقافة كمدخل للتنمية فيجب تبسيط الأمور، هي فقط نعطي بعض النماذج ديال شنو هي المسائل اللي هي من مولدات الثقافة، مثلا الدورات التكوينية، الندوات الفكرية، اللقاءات. علاش؟ لأنه مثلا حنا نعطيكم مثال بالنسبة للأقاليم الجنوبية، عندنا مدينة الداخلة اللي ما شاء الله عرفت في السنوات الأخيرة حركية كبيرة جدا، تقام بها تظاهرات ريادية كثيرة جدا، تظاهرات ثقافية. وفي هذا المجال نعطي مثلا مثال ديال بروس مونتانا، كتعرفون أكثروا هيئات دولية من مختلف المشارب من مختلف الدول، هذا محرك أساسي، هذا حدث ثقافي ولكن محرك أساسي للتنمية. كتشتغل المطارات، تشتغل محلات بيع مثلا التذكارات، تشتغل المطاعم، تشتغل المنازل في إطار الشقق المفروشة، يعني هذا دينامو ومحرك للتنمية. يعتقد البعض بأن الثقافة لا تستطيع أن تكون محركا، بل بالعكس. لماذا ننادي دائما بأننا نتحدث عن مركزية لكنها ليست موجودة على أرض الواقع، بدليل أن ما زالت تظاهرات كبرى والمهمة بحال هذه الندوة هذه تقام في مدينة الرباط. فتخيلوا لو أننا نودي علينا للقيام بهذه الندوة مثلا في طاطا لنفرض، كلنا
هذا محرك للتنمية. لذلك ننادي دائما بتجاوز مسألة المركزية في تنظيم المنتديات واللقاءات الدولية والفكرية حتى الجامعات مطالبة، لأن الجامعات للأسف ليست متواجدة في كل الأقاليم. إحنا في الأقاليم الجنوبية كان عندنا مشكل، الجامعة إحنا نسموها دولة وسط دولة، لأن الجامعة اللي فيها تقريبا 70,000 نسمة فهذه ما بقتش جامعة، هذه تقريبا بحال مدينة طنطرة. إحنا مدينة طنطرة فيها إحصاء 2014 يقول 80,000 نسمة، وتخيلوا بأن جامعة بلوزون 70,000 نسمة كتغطي 6 جهات. مؤخرا زعما الرئيس يقوم بمجهودات جبارة طبعا بتدبير من القطاع الوسطي، أصبحت لدينا معاهد في الداخلة في العيون في قليميم، أصبحت لدينا مراكز جامعية. هذا شيء مشجع. لماذا إذن لا تقوم الجامعات بالتنسيق فيما بينها وتنظم جامعة محمد الخامس ندوة فكرية في أحد المراكز في العيون أو في الداخلة؟ يمكن الوقت للأسف الشديد، يمكن الوقت سالة.